اسمع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنشوف يا جماعة كده، احنا عاملين زيارة ميدانية لأحد الرجال المحترمين. بسم الله ما شاء الله، وكان بيكلمني في التليفون. بسم الله ما شاء الله، فكرت إن الفراخ ده هاخدها وأنا ماشي وشايلها، بس ما شاء الله حلو. بس بقى شوف بقى، هو حاطط العلف، وبقول لك العلف الأطباق كبيرة جدا. طبعا ده أول يوم، ده مية اهي، شوف المية حوالي الساقيات دي، مية 3 4 أيام العنبر كله يبقى ريحته بقى ايه، أمونيا وريحة رهيبة الشكل، تجيب كوكسيديا وكوليستيريا للفراخ ما يعرفش، والنبي لو قعد يعالج فيها 20 سنة مش هيعرف يعالجها. الحاجة التانية، الفراخ دي العلف ده أما يتكون كده فوق بعض، العلف بيسخن، يعني لدرجة حرارة العلف ما يعني سخنة ومرتفعة، بيعمل سموم فطرية، يعمل سموم فطرية يعني ايه عالية جدا. مع الوقت السموم تتكون سموم فطرية تبهدل الكبد وتبهدل الدنيا. شوف العلف، علف حاطط العلف، هو كده بيتهيأ علف سخن نار، ما ينفعش طبعا تحط العلف ده كده، ده عرقان كمان، هيزود السموم، نسبة السموم نسبة عالية. جميع السقايات عاملة مية، ده تعمل ريحة أمونيا وريحة، وتجيب بقى كوليستيريا رهيبة في البتاع ماشي. السقاية دي حلو، السقاية الكبيرة دي، بس المفروض تزودها يعني ايه البتاع ده. طبعا القش اللي هو هو حاطط قش يا جماعة، معلش نشارة ولا تيم. طبعا القش اللي هو المحطوط ده بيزود زي ما تزود ايه الرطوبة كده، يعني ريحة العنبر نفسها مختلفة جدا جدا. هو طبعا مدفي، مدفي برونات اهو، الحرارة 35 طبعا صعبة جدا، 35 دي مرتفعة، مفيش تهوية خالص، مفيش تهوية. طبعا اللندا اللي هو عاملها دي، اللندا دي بتفرز حاجة اسمها ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون ده لازم يخرج بره، لازم يخرج بره العنبر، ما ينفعش يفضل في العنبر نهائي. هو كده شغال اهو، وبتهيألي ان الفراخ حلوة وشغالة معاه. عمر 10 أيام هتتلاقي الدنيا بقى اختلفت معاه خالص، والفرخ يبدأ يمط رقبته ويجي ياخد نفسه، ما هوش قادر خالص خالص معاه. لازم المية دي طبعا تتلم، وما ينفعش يا جماعة، هو حاطط دفطة علفة دي، شوف دي ما تنفعش، دي من عمر 10 أيام تنزل، من عمر 10 أيام بس تبدأ تنزل، إنما من الوقت شوف أهو، تعالى بص كده، تعالى شوف أهو، عامل كعكيلة، يعمل لك سموم فطرية والله العظيم. أنت الألف فرخ ده ممكن تربيه ما ياخد منك 200 جنيه فراخ، 200 جنيه قصدي علاج، بس بالكوكس. لا هو مش هيبان اصلا، هو مش انت مش هتبان، انت خايف هتبان ولا ايه؟ وبعدين لما تبان يعني احنا بنسرق. طبعا الفراخ، طبعا هو يا جماعه هو منزل الفراخ ده على ده اهو، ده المفرش ده ما اتغسلش من الدوره اللي فاتت صح؟ ما اتغسلش. بيقول لك جير ورشه عليه. عليه؟ ممكن. جير حي؟ حلو. طبعا الفراخ طول ما هي بتيجي، عشان بتيجي بتسيب اللي هنا وبتروح جنب المفرش، عشان المفرش سقعان من بره، بيبقى سقعان بيجيب على الفراخ بتيجي تنام هنا. فانت طبعا الحته دي لما تبدا تبلط معاك تبدا تشيلها برضه، تبدا تشيلها، هي تقريبا بدات تبلط برضه اهي. انت برضه المكان بتاعك ده لو انت ظبطت، والعرش والمكان عرش وضيق وصغير، اقل حاجه تدفيه غير كده. وكمان بس كده حرام، 35 كده هيجي لك مايكوبلازما، هيجي لك مايكوبلازما، الفرخ يجي يريش ما فيش وزن، وتتلاقي الفراخ اللي بتشبه البلدي. انت جو حلو بالنهار، انت تستفاد من الهواء. البحر فين هنا كده؟ افتح انت بقى عكس البحر، حتى لو هوا ام ما تخافش ولا اي حاجه، يعني ما تخافش من اي حاجه الهوا. لا لا، انما دي بسم الله ما شاء الله، المكان حلو اهو، حلو ما هوش وحش، والفرخ ما شاء الله حلو. بس ده اهو الميه دي لازم تتلم عشان ما تعملش معاها ريحه يا جماعه. هو النظام حلو اهو معاه، بس طبعا الاخطاء اللي عامل حاطط دي، علفه اهي ما لهاش تتحط، العلفه الكبيره دي ما ينفعش تتحط الا من عمر برضو 10 ايام. العلفات السقايات قصدي الكبيره دي يا جماعه ما ينفعش، هي معروفه دي سقايه تحضين اهي 4 رطل معروفه، ودي سقاية 15 10 أيام
ما ينفعش يحطوا سقايه 15 يوم، هي معموله على اساس ان هي 10 ان هي بتتحط من عمر 10 ايام، والعلافه نفس الحكايه. طبعا دي بتاثر تاثير كامل في ان الفراخ كلها تروح تشرب، يعني الفراخ بتفضل ان هي تشرب من السقايه الصغيره وتسيب السقايه الكبيره، وممكن الفراخ تقف في السقايه دي وتوقع فيها ميه وكده. هي الفرخ بسم الله ما شاء الله حجمه كويس وحلو، ما هوش وحش، بس لكن التهويه سيئه جدا، ما فيش تهويه خالص خالص، وحاطط اضاءه زايده. الاضاءه الزايده دي حرام، الاضاءه الزايده دي تجيب افتراس، ما ينفعش تجيب اضاءه حاطط اضاءه زايده كده. يعني الاضاءه الزايده شوف عامل كام لمبه يا جماعه، ادي 1 2 3 4 5. الاضاءه الزايده دي تجيب افتراس للفراخ، تضر الدنيا، ملهاش اي لازمه النورة الكبيره دي خالص. يعني هي ما يعني بسم الله ما شاء الله، الفرخ ده لو انت خفيته وظبطته على ما هو ماشي كده، اقسم بالله في عمر 30 يوم تستعجب ليه والحلاوته. بس خليه ماشي زي ما هو ماشي، خليه ماشي زي ما هو ماشي كده، هتتبسط منه قوي 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 والله. التهويه لما تسيبها ليل ونهار ما تخافش منها، ما تخافش منها، ما تخافش منها خالص. لا هو عشان ما هو ما دام ما بيقعدش هنا ما ينزلش من هنا ويفتح من هنا، ما يفتحش بحر. بسم الله ما شاء الله، يعني هما حلوة، ولكن هي عايزة تنقص شوية حاجات، يغير الأطباق. يا جماعة الأطباق دي لازم تفضل موجودة تتحط، وإن شاء الله هو يا رب تستفادوا كده من اللي احنا بنقوله ده. هو مزود إضاءة لعابي المكان أهو، أدي زيارة عم مزود إضاءة عالية، مزود حرارة عالية، حاطط الأطباق مكان العلافات، ما ينفعش يحط، حاطط سقايات كبيرة ما تنفعش تتحط إلا من عمر يوم، من عمر 10 أيام برضه. واللي ما طبعا بقى اشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا الفيديو، وإن شاء الله نلتقي غدا في أي زيارة ميدانية تاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.